السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، وفي مجلس من مجالس الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما مجلس تأملات في آيات فهو المجلس الرابع بعد 106 والألف، وهو المجلس 89 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الجزء 3 من الآية 91 في قوله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى، يعني جل ثناؤه بقوله ولقد جاءكم موسى بالبينات، قل لهذا الذي صوته مرتفع يخفض صوته، أي جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وحقية نبوته، كالعصا التي تحولت ثعبانا مبينا، ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين، وفلق البحر، ومصير أرضه يعني أرض البحر له طريقا يبسا، والجراد والقمل والضفادع، وسائر الآيات التي بينت صدقه وحقية نبوته. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات فقال في 9 آيات إلى فرعون وملئه، وهي 9 ليست للحصر، فهي أكثر من 9 آيات، وإنما سماها الله بينات لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له، وإنما هي جمع بينة مثل طيبة وطيبات. إذن بينة طيبة على وزن طيبة، وبينات على وزن طيبات، وهذه البينات كلها دالة على صدق موسى عليه السلام وحقية نبوته، يعني أن نبوته حق. وهذا الخطاب كما قلنا في صدر الآية كان لليهود الذين كانوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهم وبين موسى 1000 السنين، ومع هذا قال لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات، كأنه يخاطبهم مع أنه بينه وبينهم قرون عديدة وأنبياء ورسل كثيرون بين موسى وبين هؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة، ومع هذا لأنهم كانوا على ما كان عليه أسلافهم قال الله عز وجل لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات، فكأن موسى لا زال ولا زالت رسالته ودعوته وهم يتلقونها.
قال أبو جعفر: ومعنى الكلام ولقد جاءكم يا معشر يهود بني إسرائيل. طبعا اليهود غير بني إسرائيل، بنو إسرائيل قبل موسى عليه السلام قال لهم بنو إسرائيل، بعد موسى عليه السلام منهم من يقال له بنو إسرائيل، ومنهم من يقول له يقال لهم يهود فقط، ليسوا، لأنهم ليسوا أصلا من بني إسرائيل، إنما هم من أقوام مختلفة اعتنقوا اليهودية، من العرب، من الفرس، من الهنود، من الصينيين، من الأوروبيين، اعتنقوا اليهودية. فهؤلاء يهود ليسوا من بني إسرائيل. وحتى اليهود الذين كانوا في المدينة ليسوا كلهم كانوا من بني إسرائيل. بنو النضير كانوا من بني إسرائيل، وبنو قينقاع كانوا من العرب وليسوا من بني إسرائيل، وإنما اعتنقوا اليهودية. فبعض العرب كانوا قد اعتنقوا اليهودية، فهؤلاء اليهود سواء كانوا من بني إسرائيل كبني النضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تسابت صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعائشة وحفصة وافتخرتا عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها: قولي لهما أنني ابنة نبي وعمي نبي وتحت نبي، فمن منكما تساميني في المنزلة؟ ابنة نبي يعني ابنة هارون عليه السلام، وعمها موسى عليه السلام، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا، وهي من بني النضير، وكان أبوها حيي بن أخطب زعيم بني النضير الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة، لأنه هو الذي حرض العرب والأحزاب وحرض اليهود على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. والشاهد في ذلك أن اليهود كانوا من أجناس مختلفة، وأما بني إسرائيل فهم أبناء يعقوب عليه السلام. قال أبو جعفر: ومعنى الكلام ولقد جاءكم يا معشر يهود بني إسرائيل موسى بالبينات الآيات بالآيات البينات على أمره وصدقه وحقية نبوته. وقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يقول جل ثناؤه لهم: ثم اتخذتم العجل من بعد موسى إلها. فالهاء التي في قوله من بعده من ذكر موسى، وإنما قال من بعد موسى لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم موسى عليه السلام ماضيا إلى ربه لموعده، على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، في آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل على ذهاب موسى للقاء ربه، ثم هم اتخذوا العجل من بعده. فيهود المدينة سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم كانوا قد رضوا بعبادة العجل من أسلافهم، هم ما عبدوا العجل، ولكنهم لرضائهم بمن عبد العجل قال الله عز وجل لهم: ثم اتخذتم العجل، فكأنهم برضاهم عبدوا العجل. ولهذا كل من رضي بمنكر وإن لم يفعله فكأنه فعله. الذي يرضى بالزنا مثلا وإن لم يفعل الزنا هو زان. الذي يرضى بالكذب وإن لم يكذب فهو كاذب. الذي يرضى بالظلم وإن لم يظلم فهو ظالم. الذي يرضى بالقتل وإن لم يقتل فهو قاتل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، الذي أول من قتل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل
من وزرها، لأنه كان أول من سن القتل. فكل من يرضى بالقتل قاتل، كل من يرضى بالظلم ظالم، كل من يرضى بالكفر كافر. وإن لم يكن قد مارس ذلك، فهؤلاء يقول الله عز وجل لهم: ثم اتخذتم العجل، مع أن الذين اتخذوا العجل قبلهم بقرون. قال أبو جعفر: وقد يجوز أن تكون الهاء التي في بعده إلى ذكر المجيء، فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء البينات. اتخذتم العجل من بعد ما رأوا انشقاق البحر، من بعد ما رأوا العصا، من بعد ما رأوا القمال، الضفادع، الدم، كل هذه الآيات رأوها. ومع هذا بعد أن رأوا هذه الآيات كلها عبدوا العجل. قالوا: أنتم ظالمون. وهذا الظلم منهم لرضاهم بظلم الذين اتخذوا العجل، فسماهم الله عز وجل ظالمين لرضاهم بظلم الظالمين الأولين. كما تقول: جئتني فكرهته، يعني كرهت مجيئك. وهكذا من هذا، من بعده أي من بعد العجل. وأما قوله: وأنتم ظالمون، قال: فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل، وليس ذلك لكم، لأن الظلم، معنى الظلم وضع الشيء في غير مكانه، وعكس العدل وضع الشيء في مكانه. يعني أنا هذه الكاسة مكانها هنا، فأنا أمسكتها وضربتها بالجدار فانكسرت، هذا ظلم، لأنه ليس هذا مكانها، هذا مكانها للشرب للاستعمال. فكل وضع لشيء في غير مكانه يسمى ظلما. فهم عبدوا العجل، والعجل لا يستحق العبادة، فكان ذلك منهم ظلم. فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل، وليس ذلك لكم، وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه. لأن العبادة لا تنبغي لغير الله. وهذا توبيخ من الله لليهود، وتعيير منه لهم، وإخبار منه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال، ما أجراه على يدي موسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، من الأمور التي لا يقدر عليها أحد، من الأمور التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، هي في النسخة أحد، في الأصل أحد، التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حكم الله. فهم إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجحود ما في كتبهم التي زعموا أنهم بها مؤمنون من صفته ونعته، من بعد ما بينهم وبين عهد موسى من المدة أسرع، وإلى التكذيب بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب. إذن أبو جعفر رحمة الله عليه قرر أن هذا الخطاب ليهود المدينة من بني إسرائيل ومن غيرهم، لأنهم كانوا رضوا بما كان عليه أسلافهم من عبادة العجل ومن الظلم بذلك، لأن عبادة العجل ظلم، وهذا يؤدي إلى أن من رضي بالمنكر فهو كفاعله، ومن رضي بالكفر فهو كافر برضاه، ومن رضي
بأي منكر فهو كالعامل لهذا المنكر برضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأما الحديث الثالث من أحاديث كتاب الأدب والباب الثالث من هذه الأبواب، فهو ما ذكره الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. ثم أورد الحديث 98 بعد 103 بسنده أو بسند الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. علاقة هذا الحديث بالباب وعلاقة الباب بالكتاب. أما علاقة الحديث بالباب فهي علاقة نصية استنباطية استنبط الإمام المنذري رحمه الله تعالى باب أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، أخذها من نص الحديث، فهي علاقة عضوية نصية استنباطية. أما علاقة الباب بالكتاب فهي علاقة البعض من الكل، فكتاب الأدب عام شامل، والتسمية بعبد الله وعبد الرحمن جزء من هذا الأدب، فهي علاقة الجزء بالكل أو البعض بالكل. أما هل أحب الأسماء إلى الله يعني يدل على وجوب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن؟ الجواب لا، إنما هو يدلل على الاستحباب. أحب يدلل على الاستحباب ولا يدلل على الوجوب. والدليل على ذلك أنه لو كان للوجوب لكان كل أسماء الصحابة صارت عبد الله وعبد الرحمن، فلما تسموا بغير ذلك دل على أنه ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، فيستحب أن نسمي عبد الله وأن نسمي عبد الرحمن. وهناك حديث يتداوله الناس خطأ، وهو: أفضل الأسماء ما عبد وحمد. وهذا حديث باطل لا أصل له. أفضل الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هو الحقيقة معنى هذا الحديث والأحاديث السابقة، ولكنه ليس نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن تكلمنا في البابين السابقين عن مشروعية التسمي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو الاستحباب بتسمية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو التكني بكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا التسمية بعبد الله وعبد الرحمن على الاستحباب. فمجموع هذه الأحاديث تدلل على معنى ما يقوله الناس: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد. هذا معنى صحيح، ولكن الحديث ليس صحيحا، حديث ضعيف بل باطل لا أصل له، وإن كان معناه صحيحا. فنسمي عبد الله وعبد الرحمن على الاستحباب، فمن قصد بذلك الأجر فله على ذلك الأجر. ومن أحفادي الحمد لله عبد الرحمن وعبد الله، وأما أسمائي فكل أبنائي أسماؤهم محمد، سميت أبنائي كلهم باسم محمد، لكن محمد كذا محمد كذا حتى يفرق بينهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في مجلس قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،
نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.